صلى على الحبيب النبي كده، النبي اللي في قلبه احمد صلى على النبي، وحياه النبي اللي في قلبه احمد صلى على النبي. اهو اللي بياكل من تحت رجله ده اللي صلى على النبي يكسب، صلاه الحبيب النبي كليتها مكسب. المستورد الفلاح ابو شهاده الامريكي اللي جايب الشهاده ومربوط عند الفلاح، اللي بياكل كنسة الطوالة ده بياكل كنسة الطوالة، عشان بياكل كنسة الطوالة تعرف اللي هو الحكم معلمه ببوزه كده. دي مش خارجي مزارع دي، ولا انا بعرض لك 20 بقعة على بعض ولا 15 بقعة على بعض، بعرض لك من كل راجل جدع واحدة واتنين، عشان اللي يضر حد منه لله. صلى على الحبيب النبي، واللي عنده دي واللي عنده زي دي ب 82,000 يرفع صبعه، ب 82,000. مش عايز اطول على المشاهد، ربنا يبارك لصاحب النصيب. دي تاني ولد والتالت اللي ببطنها، وانتظار ولاده قدامها 5 ايام وتولد ان شاء الله باذنك يا رب. دي وحتك دي النعمه على تشوشه ورد دراخ عليه، لسه قدامه 5 ايام ومبكره ب 30 كيلو، وتاني الموسم بتاعها 45 كيلو. دي موسم اللبن بقى، تالت موسم ده ان شاء الله تحلب 60 كيلو باذنك يا رب. صلى على الحبيب النبي. النبي في كده، في كده، والنبي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوف متر في متر ونص، الكاميرا ظلمها الله وكيل، وشاهد الكاميرا بتاعتي انا ظلمها، ما عارفه تعمل لها حاجه ولا تجيبها منين ولا توديها فين. ده عايز استديو عشان تعرف تصورها. شوف شوف، دي الحنين دي اللي بيلحس في الخلف بتاع غيره دي، يعني مش خلفها وبتلحس فيه. ربنا يوعدك بجوز توائم كده تبقى عملت اللي مفيش حد تعمله خالص، من صنف وحليب وخلف، وربنا يبارك وتجيب نتاية. بس اهو تجيب نتاية بالدنيا بحالها. في اي حتة بتاكل، في اي كنسة بتاكل، يعمل بيت اللي باعك يا ام حنك طه. اخوكم محمد سعد بيمتعكم، بس عاوزكم تصلى على الحبيب النبي كده، وتصلى على الحبيب النبي في قلبكم. وحد الله ولا اله الا الله على المال الطيب ده، انتظار ولاده، ربنا يبارك لصاحب النصيب، وتكون من رزق واحد فلوسه حلال ومشي كده. وتمختار تمختار عشان مش عارف اصورك من الجنب ولا من فوق ولا من تحت. اعمل لك الكاميرا كده عشان اجيب الضرر بتاعك، ولا اعمل لك كده عشان اجيب جسمك، ولا انا اعمل لك ايه عشان اصورك؟ انا ما اناش فاهم. ده هي لسه قدامها 5 ايام وبالنظام ده عالى، مش عايز منك الا حاجه واحده عشان ان شاء الله بمتحكوا، بس لو هجنيه انك تصلي على الحبيب النبي بس. وده ايه عشان مع اي حد ب 87,000، ده انا عارضها ب 47,000 بس. ربنا يبارك لصاحب النصيب. رقم التليفون 010-90-60-97-17، رقم التليفون الثاني 010-942-41-47-1. صلاة الحبيب النبي. هو مختار ربنا يبارك لصاحب النصيب ويعمل بيت اللي باعك.